المشاركة ديالنا اليوم في مهرجان داخلة فيلم تلاشيم اليوم، بطولة ديالي ابتسام تسكاد، دريسو مهدي، يسار. كنتمنى الناس يجيو يتفرجوا في الفيلم لأنه فيلم كوميدي بامتياز. وشكرا بزاف للناس ديال داخلة اللي كيرحبوا بي. الأفلام التي ستعرض خلال هذه النسخة هي أفلام جد مهمة ومختارة بعناية، وكنعتقد أن الجمهور ديال مدينة الدخلة سيستمتع ليس فقط بمشاهدة الأفلام وإنما بملاقات النجوم المغاربة. والآن الفنانين ديال المناطق الجنوبية بشكل عام وديال الناس ديال الدخلة بشكل خاص أصبحوا يثبتون حضورهم في الدراما التلفزية وأيضا في الأفلام السينمائية المغربية، فكنتمنى يكون هذاك التزاوج والانسجام التام بين كل مناطق المغرب، سواء الشرق سواء الشمال سواء الجنوب، فالدخلة مدينة حقيقية للتصوير السينمائي. وان شاء الله نتمنى انه تتاح لي الفرص كثيره، وانا من خلال الاعمال التلفزيونيه اللي شفت، يعني اللي شفت فيها ممثلين من هنا من الصحراء بالخصوص من العيون، فان شاء الله كخاص غير فرص كثيره باش انهم ياخذوا تجربه اكثر، وكاينين ممثلين جيدين اللي عبينوا على الامكانيات والقدرات ديالهم الفنيه. كنت سعيد انني نشارك في عمل صحراوي ويتصور هنا في مدينه، اما الداخله واما في العيون او في منطقه من هنا من الصحراء، غادي نكون سعيد جدا انني نكون مع الاخوان هنايا في عمل. كنتمنى انه تكون شي فرصه اللي نشاركوا فيها مجموعين، وغادي تكون مزيانه. اللي كنتمنى انه يكون اعمال ويكونوا فيها مختلطين، يعني من الشمال المغرب، من وسط المغرب، ومن الصحراء المغربيه. كيف انحني تقديرا، وكنبوس ايد كل السكان ديال الداخل هنا وكل السكان ديال الصحراء ديالنا العينين ديالنا، ولا لا يحرمنا منكم. فانا جيت سعيد اليوم باش نتواجد معكم ونتواجد مع ساكنه مدينه الداخله وساكنه الصحراويه ومع ساكنه جوهره الصحراء. فانا جيت سعيد اليوم باش نتواصلوا من خلال هذا المهرجان اللي هو في الدوره ديالو العاشره، المهرجان الداخله للفيلم، بمجموعه من الانتاجات السينمائيه، وكذلك هناك ندوات ورشات. فهذا المهرجان دائما كان مهرجان من المهرجانات الاولى على الصعيد الوطني، واللي كان دائما تحتفي بالانتاجات السينمائيه المغربيه والوطنيه والعربيه والدوليه، وكذلك كاين هناك انتاجات كذلك صحراويه لتهيئه نحتفيوا بها، لان هناك مجموعه من المبدعين والفنانين الصحراويين اللي عطاو في المجال السينمائي وفي الاشرطه الوثائقيه، وكذلك في بعض المسلسلات والافلام، وكذلك بعض الاعمال المسرحيه. فهنيئا لنا مبدعي الصحراء اللي تنشوا اعمال في المستوى. ولا جاك شي عمل في قناه العيون الجهويه؟ وعلاش لا، انا نجي، انا مرحبا، علاش لا نجي ونخدم معاهم ونشتغل معاهم، فهذا شرف ليا انني نشتغل مع الاخوان ديالي في الصحراء، هذا شرف ليا لان عندي علاقات طيبه مع مجموعه من الفنانين والمبدعين الصحراويين. كاين شي اسماء من الفنانين ديال كاين عبد القادر الطويف، كاين واحد مجموعه اللي كاين اللي كاينين، كاين توفيق شرف الدين، كاين واحد مجموعه من الفنانين وفنانات كذلك وفنانات، ماشي يعني تحيه لهم من هذا المنبر ديالكم